السلام عليكم متابعي صفحة المجرة لتجارة السيارات. اليوم راح نعرض لكم سيارات جي ام سي يوكون 21 وتاهو ال اس 21. تاهو مواصفات ال اس، كشن سكن كهرباء، هاي السيارة تجي بدون فتحة. مواصفات ال اس، اللي يفرق عن مواصفات البريمير، البريمير يجي فول مواصفات بانوراما جلد. سيارة سعرها جدا جدا مناسب بالنسبة لفئة تاهو. سيارة موديل 21، الصندوق مو كهرباء، صندوق عادي. سعره يجي 75 ورقة. بصمات 4 بوابات بصمة، تبريد مركزي، تحديد المسار، ثلاجة، السيارة مواصفاتها كلش كلش حلوة وسعرها جدا مناسب. يجي ويلة 18، وهذا مواصفات تاهو ال اس. الإخوان تكلفة الرقم همينا، ومدة الرقم فقط 2 يوم، وعندنا سيارات جاهزة مرقمة همينا. تاهو ال اس ونجي على جي ام سي يوكون هم موديل 21، يجي ويل كروم بلادي ويل 18. هاي السيارة بالنسبة لفئة الجي ام سي يوكون سعرها جدا جدا مناسب، 60,000 دولار، 6 شدات. هاي يجي شاشته أكبر من شاشة التاهو، يعني بيها مواصفات شوية أزيد من مواصفات التاهو. ثلاجة، تحديد المسار، وشاشته أكبر من شاشة التاهو، يعني مواصفاته عنده مواصفات أكثر من مواصفات تاهو ال اس، وعنده غير مواصفات الصندوق كهرباء. اخوان السعر اللي قلت ما يشمل الرقم، يعني الجي ام سي تجي مرقمة 6 شدات و25 ورقة وبيها مجال صغير،
هذا إذا مرقم. صندوق كهرباء. التاهو همينة 5 شدات و95 مرقمة جاهزة. عندنا سيارات مرقمة جاهزة اخوان. وكل سيارات تاهو جيمس بيهم ضمان 3 سنين ضمان شركة المنصور. كارت الضمان هم موجودة. ضمان اخوان بدون زحمة بس سوولي مشاركة للبث وراح نكتب ارقام التليفونات على البث. اي استفسار اي معلومة احنا بخدمتكم. اي معلومة تريدون عن السيارة عن تكلفة الترقيم وكم يوم تستلمون السيارة كل المعلومات تقدرون تخابرون على الارقام اللي موجودة على البث. هسه راح نكتب الارقام. اخوان بس بلا زحمة اذا تسوون مشاركة للبث وتسووا له مشاركات بالجروبات حتى اكثر الناس يستفادون منها. شركة المجرة لتجارة السيارات عنواننا اربيل شارع 100 بين فلكة العدالة ودائرة الجمرك للسيارات.